الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخلق الإله طول ليالي وعليكم من كل خلق سلام. فخلق الإله طول ليالي ذكر الأبى ببال بلبالي فغروب تميل زال بلبالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير فاشتياقي إليهم وغراب بيني أغرد فن بتمالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير وأنا سران وهز هزنيها برياح من البقاع الأوالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير فتنني تلك البقاع هو هجات فكرتي إذ قصت بقات مرسالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير إيه فكري بره الأمين ولا بقصورا عندك ذاك المجالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير هلليني بمدحه وانشريه نصر المدي الأمين ناصر المقالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير خلديني من مدحه بعقود تدري في البهاء نظم الآبي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مدحي لمن قديم سراه جبرائيل الأمين طول ليالي. وعليكم بكل خلق سلام فخلق الله تنير ليالي كيف مدي له وزال كون قران من سنه وذاك سين رجالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مري فنيران كذا الآن جوم نصر من نوره المتهالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مرهي له البحار كذا الآب طار نصر من جوده المتوالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مرهي له العلوم جميعا قطرة من فتح له زيادية. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مرهى لمن سناه إلهي منزل فيه دون ما إجمالي. وعليكم من كل خلق سلام فخلق الله تنير كيف مدحي
وورا الماتي اقوى مداحيه في كلال كيف اذ انت اثر كل بهان غامد الفكر انت سوء اقلالي وعليكم من كل قوم سلام بفقد الله دون ليالي كيف لكن هروي التطاف لتلفى في جموه المداه قبل نوالي وعليكم من كل خالق سلام نبا قلق الله دون ليالي قوة هروي الوسط الجدان عون ربي مالك نعم عون من سل جلالي وعليكم من كل خالق سلام نبا قلق الله دون ليالي حبس سلك نسبة نسبا هو سنة المصطفى صدوق المقالي وعليكم من كل خلق سلام نبا خلق الله دون ليالي كان بدا افضل الوجود كريما من كرام افاضل ابطال نسب فضلوا كراما وكل محسن لا مسافحهم بتوالي وعليكم من كل قلق سلام دفاق الله دون ليالي فقد طار ربنا ادم واخ تار سيس الوصيه بالمهالي وعليكم من كل خالق سلام نبا خلق الله دون ليالي ثم ادريس بعدها صالي هذا قسم من نور النبي المفضالي وعليكم من كل خلق سلام نبا خلق الله دون ليالي ثم نوان ثم الخليل واسماعيل وهو السبيه سيد رجالي وعليكم من كل خلق سلام نبا خلق الله دون ليالي ثم هدنان بعد ثم مهدا ونزارا احسن بسلك لآلي وعليكم من كل قلق سلام نبا خلق الله دون ليالي مطر النيل هو يا سمامون ركت معها قصيمة الابطال وعليكم من كل خلق سلام نبا خلق الله دون ليالي وابن هذا كنانة نطري يمني مالك الاصل فيه رصاف القصال وعليكم من كل قلق سلام نبا خلق الله دون ليالي غالب نيلها لؤي وكعبون نيلها مرة كلاب الغالي وعليكم من كل قلق سلام نبا خلق الله دون ليالي وقصي ابو مقايرة ينمي هاسم القرق مستفيض نوالي وعليكم من كل خلق سلام نبا خلق الله دون ليالي الكمال والد المصطفى سبيه المفدى آخر أول بدون محالي وعليكم من كل خلق سلام
باتفاقين إلا إتوانا يا لي باتفاقين ما بينها سواهدنا نوى ما بعده بقول في رجالي وعليكم من كل قلق سلام باتفاق الق إلا إتوانا يا لي وصحيح بأنها نيل إبرا هما وهو القليل يا للقلال وعليكم من كل قلق سلام نفاق القلق إلا هتان ليالي ربي هاتر قبر الأمين وهب لي نورة كي أعلو على الأجيال وعليكم من كل قلق سلام نبا قلق إلا هدان ليالي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال وعليكم من كل قلق سلام نبا قلق إلا هدان ليالي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال 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 لم يسل نوره بهين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقال نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال ثم حتى هل ضياء وتجلى نوره في عبد الإله الهالي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال عاشق النزاع يبثلن أواه لله من أجل البهاء والجمال أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال كان أما الهرم فالموت أولى من هرم مقال أهل الكمال أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال أدهف الله وصله بنت وهب وهني الله بذاك الوصال نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال كم أتنهى وإياهم لا برسول يلو لآل المهال حين في بطنها سوى قدر سهري نتوى أصله المفاد الغالي أول وجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال وبدا درة اليتيم حسنا ومع الإثم في الرقاء البالية أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال كما حمل الهادي شهورا هكوها تزعة لم تخصص له بذكال نوره أول الوجود وجودا هو أصل الأصول والأنجال يا أهت القوية في الدار فردان فات الهور بختتان بتوالي نوره أول الوجود
وجودات فهو أصل وصول والأنجاد وترى قوابل أم حسان ثم هاسية أتاد للنال أول الوجود وجودات فهو أصل أصول والأنجال وأترى الأملاك ثم تدلى نور كل النجوم للا مفضال أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال ودهر في دار ابن يوسف أو بلا رأمي وسع بقول جل رجال وجودا فهو أصل أصول والأنجال نور الشمسي مرحبا بربه فيه أتانا مصطفى الخلق وهو كاتم رسالية أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال يا أسى المرتضى بطرف الكحيل بين آيات ربنا المتعالية أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال وهو مطه سرة وهو مخطو ندهين أكرم بزين رجاليا أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال حملته الأملاك لها وجنان وبهار وبدر في الهالية هو أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال فتبدر أنواره وأنارات أفق بصرى له فيا الجمال أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال وتداها الإيوان ثم تولت في بصرى في القربات الصفالية أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال رجم رجم سم كل رجمنا هل مرقاه يا له من كمالي أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال نار فرس أنهارها في خمودنا وانقطاع الهيون هانت ماليا أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجاد مولد هيار الحقال به إير حاصل المصطفى الجزيل نواليا أول الوجود وجودا فهو أصل أصول والأنجال مرحبا كل مرحب بالمكفى مرحبا بجود ثقيل مهطاليا كل مرحبا بالمكفى مرحبا بجود ثقيل مهطاليا مرحبا كل مرحبا بالمكفى مرحبا بجود ثقيل مطاليا وعليكم من كل حبان بالمقفى مرحبا بجود ثقيل مطاليا مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود ثقيل مطاليا مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم داليا مرحبا كل
مقفى مرابا بجود سقيل بطالع مرابا كل مرحبا بالمقفى مرابا بجود سقيل وهنيئا ايضا لبنت لوهب في ظلال سبقا في الفقار كل فتاة أنجبت بدر اليتيم القادة مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالي وأبدو مراني هون كل ليون مئي من يصري بدر الآلية مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالي أردان فتاة سعد لسعدين سعدت بالحيس القطيد طالي مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالي بغتان بطيئة قد أترهو ثم رأت سباقة للجمال مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالئ أصبح الشعب هاديا عن حماءات ثم رأت بها السساك الهالئ مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالئ بركة النبي أرقدها ليها فخذا قسم الفادح الإمهال مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالئ ربي بالمصطفى الجواد فناريك عائشة أخبرت وطاس في البالية مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالية ربي بالمصطفى العطوف فهب لي جنة هنسام العدا الأغطال مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالية سكى جبريل صدرها وفداء صدري منه الأبى مهال أنجال مرحبا كل مرحبا بالمقفى مرحبا بجود سقيم طالع شكها ثم سقها ثم أيضا بعد حسين شقه بانتقال شقه ثم سقه ثم أيضا سقه بالبلاد شقها ثم سقها ثم أيضا بنى سين شقه بانتقال سقه ثم سقه ثم أيضا بنى سين سقه بانتقال شقها ثم سقها ثم أيضا بنى سين شقه بانتقال ثم أيضا بعد حسين شقه شقه ثم سقه ثم أيضا بعد حسين شقه بانتقاله شقه ثم سقه ثم أيضا بعد حسين سقه بانتقاله وهو بار العرفان ساق على الأرض ولكن عموا فهم في ضلال شقه ثم سقه ثم عيدان بعد حسين شقه بانتقال وهشاه بما هشاه علما وهشاه بحكمة وقصال شقه ثم سقه ثم عيدان بعد حسين شقه بانتقال عام ست من عمره مات
ذاتل أم مفردا بعد بخير مثاليا ثم سقه ثم عدا بعد عزين سقه بانتخاليا فهو بار العرفان سقه على الأرض ولكن عمو فهم في ضلال ثم سقه ثم عدان بعد زين سقه بانتقاليا فهو بعد الله الجليل الجليل القدر والوصف دعمك لضلاليا ثم سقه ثم عدان بعد عزين سقه بانتقاليا واحد في ذات له وصفات وفعال المولى ها بالجلال ثم سقه ثم عيدان بعد عزين سقه بانتقاليا بشرا بالهادي نبي نطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا بعد نبي نطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا وصبور لساك انجيل عيسى سرى باسمه وبلا ارساليا بشر بعد نبي نطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا وهو البارق ليتؤيره حقين وهو مصمص خاتم للجمال ونطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا منحمينا وهم قاتم أس ما أطاع في الكتب دون مهاليا وصرت بالعادي نبيعنا الطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا ثم آل الكتاب أفوا لبحينا نوره وهو مثل سامس ثواليا وصرت بالعادي نبيعنا الطران مثل موسى الكليم بعد البصاليا ومقيم المطار يروي أحيدا عرفها من قبلها سالجدال وصارت بالعهد نبيعنا التراد مثل موسى الكليم بعد البصاليا ثم آل الكتاب أخفوا لبحيين نوره وهو مثل سامس زواليا وصارت بالهادي نبيعنا التران مثل موسى الكليم بعد البصاليا حبس هبره وساك بهيرا ثم نصطر أبديا للجمال وصار بالعهد نبيعنا التران مثل موسى الكليم بعد البصاليا نعم عبد الله الفتى من السلام ومقيرق مفهم على أرساليا وصار بالعهد نبيعنا التران مثل موسى كليم بعد البصاليا جاء بسمهات هنيفة بيضاء دين إبراهيم جديد سقاليا جاء بسمهات هنيفة بيضاء دين إبراهيم جديد سقاليا جاء بسمهات هنيفة بيضاء دين إبراهيم جديد سقاليا يا أبي سمعت العنيفة بيدا دين إبراهيم جديد سقاليا وقبيل الإرياني هم ضلال
لست تدري محرما من حلالي يا عبي سمعت العني فتبايدا دين إبراهيم جليل الخادة هرفوس ما بدلو وفتاوي شيخ إبليس حكمهم في الفعال يا عبي سمعت العني فتبايدا دين إبراهيم جديد الثقال قابتا من لقب تنهى سواء في الحكم فتأذن لذلك المدلال يا عبي سمعت العني فتبايدا دين إبراهيم جديد الثقال ثم دام من أساهم فجاء خير رجال راقبته خديجة إثر أنف نامي بدرا تهوي لها باتصاليا يا أبي سمعت العني فتبايدا دين إبراهيم جديد الزخاليا راقبته خديجة إثر أنف نامي بدرا تهوي لها باتصاليا راقبته خديجة إثر أنف نومي بدرا تهوي لها جربه وأمهنا تنظرا فيه بصدق الأخبار والأدلال وقبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بفضاله فاعتبره لنفسها أمن أرقاب لجميع الآباء والأنجال وقبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بفضاله حين جاء الأمين بلا وحي في الغار فوافاها البدر روم الزمال وقبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بالرسالة فهي هون الهادي على ثقل الواه قديما بفعلها ومقالها وقبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بالرسالة فهي هون الهادي على ثقل الواه قديما بفعلها والمقال يا قبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بالإزالة ربما جاء المصطفى وهو مخموم لأمر في وحيه مهوال يا قبره خديجة إسرافيل نومي بدرا تهوي لها بالإزالة وسردها وأسند فيا هارون له أيده بالأموال بعدها جاءه العتيق علي ثم سيد عثمان بعد بلال يا قبر خديجة نومي بدرا طويلا بانتصار وأتى عمير وطالها تسعد وزبير جاءوا لنيل الوصال وقبره خديجة إسرافيل نومي بدرا طويلا بانتصار وابنها في عبيدة وسعيد همسة الهم ليس يوم القتال وقبر خديجة إسرافيل نومي بدرا طويلها باتصال والإمام الفاروق بعد أتاهم اختفاء للمصطفى ساعتدال وقبر خديجة نومي بدرا طويلها باتصال قرعنا دين بعد إيه
لا ترى لا سبيدين سيل إفضال رب بروق دي جتون إزراحتي نام بدران تهويلة بنت صالح ونساء ساتن نطاق وأمول فضل أمول لأيمان عالم إفضال رب بروق دي جتون إزراحتي نام بدران تهويلة بنت صالح بعد أم الجميل ثم النساء بعد هاتيك كلهن غوالي رحمة قديجة نزرحتي نامي بدرا تهيلا بتصالي ثم لما نالت ياد أبو القا سيمي ساد القريش كل اغتيالي ثم لما قديجة نومي بدرا تأويلا باتصال ثم لما نالت ياد أبو القا سيمي ساد القريش كل اغتيال ثم لما نالت ياد أبو القا سيمي ساد القريش كل اغتيال فتكوا بعض بعدهم حسبهما لف نفسي من ياسرين وبلال ثم لما نال دياد أبو القار ذم زاد القريش كل طيال سد منهم أسا وما صرفه هند عن في القدو والأصال ثم لما نال دياد أبو القار ذم زاد القريش كل طيال نفى نفسي بالمصطفى إذ أتاه عقبة المول من له سقطي عليها ثم لما نال دياد أبو القار ذم زاد القريش كل طيال شد منهم آلا وما صرفه هند عن في الخدو والأصال ثم لما نال دياد أبو القار زم زاد قريش كل اغتيال هاجر صحب للحبوس فتاها لم يعرف هو ثابت كالجبال ثم لما نال دياد أبو القار زم زاد قريش كل اغتيال فدا لها فاستجاب الدها هو صار كل الهدان هو كالعيال ثم لما نال دياد أبو القار زم زاد قريش كل اغتيال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فهز أسفل وصال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فهز أسفل وصال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فهز أسفل وصال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فهز أسفل وصال ولوا في سنه دنا فتدلى ليس قرب المكان ففهم قال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فاز أفضل صالح مستحيل في الله أين وكيف وزمان همري وأيستهال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فاس أسفل وصال ليس يدري كنه القديم حديث واجب كالوجود كل الكمال ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فاس أسفل وصال ثم هاتان إعلان هند ملكنا ذي الجلال الفرد وسيء الضالية ثم ليل الإسراء فيه ترقى ببراق فاز أسفل وصال ثم وفى
الله آل ضلال كسبوا والعتيق سمي سيدي قلبي صدقه لخير رجال ثم ليل الإسراء فيه طرق ببراق فاضاف الوصال شوق بدر له متى طلبه وأبوا بعد شكه بانفصال شوق بدر له متى طلبه وأبو بعد شقه بانفصال قسما إن ساق ساق يضاهي شق صدر الأمين بدر الكمال شق له متى بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره طلبه وأبو بعد شقه بالفصال بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره لا متعاليا بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره ثم ياتوا له بقايرات أزواء جن وقير ديور ولا أموال أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره متعاد ثم يدنو بترك التاس فيه أهلا من وسب الأوزان والأمال أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره متعاد قال له في يمنى يكان سكاؤنا ويكون البدر سني في شماليا بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره المتعاليا ما تركت الدهى دهى يا أمري ليس نطق من الهوى أو هاليا بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره المتعاد شددوا إساك الهدى وتدهرا وأساءوا للمصطفى بمقال بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره المتعاد ثم ولا قد نطاها كليسنا لم يكن ليس بالكلاب يبال بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره المتعاد قال هم النبي فاهدع بماتو مارو من ربك الحليس الجلال بدر مو أن يملك البدر فيهما حين قف من أمره المتعاد هاجروهم إساك في سبع من سلاسا سودا كميس لسهاليا هاجرهم إساك في شعب أوى من سلاسا سودا كميس لسهاليا فرج له كربهم قام الشباب من كرام مالوا لهم بوصاليا هاجرهم إساك في شعب أوى من سلاسا سودا كميس هم هزام وزمهة وسهير وأبو المختار ومطعم تالي هاجرهم إساك في شعب أوى من سلاسا سودا كميس ثم من بعد هبريهما منا للهميم هم سر لا مصاليا ثم من بعد هبريهما منا للهميم هم سر لا مصاليا كانت ترسل للمصطفى كان مدى هل لها في نظمك نوامل آل ثم خديجة والأعادي في استداد الآل له واقتتاليا ثم من بعد حبريه
اللهم آمين للعميم عم سر الامصاد. حينما تركان الإمام مصابا وكئيبا فتلك أم الهيالي. ثم من بعد عبره وهم آمين للعميم عم سر الامصاد. وهي أم الأولاد طررا سواوا هدي إبراهيم العلي الهالي. للأميم عم سر الامصاد. سار خير الأنامنا وسقيفنا فأسوه أسوه بلا أجبال. سار خير الأنامنا وسقيفنا فأسوه أسوه بلا أجبال. قدر ما وصبيان سيدنا حين سيل الدماء من أوصالها. سار خير الأنامنا وسقيفنا فعصوا عصوا بلا أجبال. فدعا الله أن يمن عليهما باهتداء فالبدر بحر الكمال. سار خير الأنامنا وسقيفنا فعصوا عصوا بلا أجبال. فأتى صيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. فأتى طيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. فأتى طيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. فأتى طيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. سيهني أنا أقيلة لما أتحف المصطفى صفي الوصال. فأتى طيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. نصره أواه بال هلله حببوه أتوه بلا أموال. طيبة بأمر إلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. حسره ووقره جميعنا أطعنوا أخذه له في المقال. فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. سيهني أنا أكيلة لما طلب سقيا من جميع من أوالي. فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. ثم كان النبي حوال ما كان عليه من الرداء العالي. ثم سهل عليهم ممطرات الصحب ايامها وليالي. فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. أمطر أو ذكر وصبر وسهد سرمدا دائما بدون انفصال. طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. سحبا أزيالا عليهم سحبنا حبسا من صهب ومن أزيال. طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. وأتى ناس يشتكون أذاها باستدام تسكابي وتهمالي. طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. ثم قال النبي للمسلك فيه وارقل الماء يلهنا وهوالي. طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال. فانجلت لك سهام سريهنا فتعج من فمها للمقال. فأتى طيبة بأمر
لله قوي المصطفى بتلك الهداد مصير الأرض طيبة بعد منه رين ونور وذريان الجمال طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهداد سواك أماكن وطأها قدم البدر لا ضباء وماليا فأنت طيبة بأمر الإله خوي المصطفى بتلك الهجاد كبرني بسيك ذوق ثقيلنا طيبة لابد الهيون نجاد فأنت طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد كبرني بسيف سوق ثقيلنا طيبة لابد الهيون نجاد فأنت طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد فأنا غيلان لها لو تبدت هذا نصاب هند زاب في صالية طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد شاوتني وعطني كثرة زان في ولاك استياقه في صالية طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد شوقني وإنني ليس هندي ساد تغوان كلا ولا زاد مالي طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد لا فنفسي إلا الأسر طيبة الغار رأسك المنى وساك صفالي طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد ربي هب لي زيارها بتخلين وتهلين بعد القلوص الخالية طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد ربي هب لي زيارها دون حجب في شبابي فإن ذاك المنالي طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد ربي هب لي زيارها دون حجب في شبابي فإن ذاك المنالي طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد ربي هب لي ديارها ثم هينا كدواما في النفس والأموال فأتى طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد وأنا هائم دواما وأخا هنا يبنيها النصف من سملاليا طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجال ويا وين هناك ناقلتها إذا قدنا طيبة قوي الجمال طيبة بأمر الإله المصطفى بتلك الهجاد أرقل أجفل وناصا وهدات مثل شمس قد أذنت لزوالها فأتى طيبة بأمر الإله قوي المصطفى بتلك الهجاد فهتتنا في الدار خير مزور إن فيها لن يمخطر حالي يا نبي الهدى محمد يا حميد ماهي من قلقه كالآلية طيبة بأمر إله قوي المصطفى بتلك الهجاد هاسرا عاقبا وأغمضتها قد برى شوق من كليك الكالية طيبة بأمر
الصبر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجالة أنها يرمنا وكحولي وصالوان أين لي منكم بساك الكهالة فهذا ضيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجالة أنها يرمنا وكحولي وصالوان أين لي منكم بساك الكهالة فهذا ضيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجالة إن إبراهيم من عبد إله طالب منك فوزه بالوصال فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجالة إن إبراهيم من عبد إله طالب منك فوزه بالوصال يا أبا القاسم الكريم أبا الكل لفجر لي بنيل أصفى الوصال فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال العسايا في حسيتي في هدايا تربة دونها جنان عوالي فأتى طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال تربة همرت بتردد جبريل الذي آيات الله ما ميكالي طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال تربة قد تقدست بمساس الله مصطفى في الخدوم والأصال طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال تربة قد تفجرت بينادي هولومي على يدي سلجلال طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال تربة قد توقدت جمرات لا شوق في القلب نحوها فوهالي طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال جبت يا طيبة تربة سوف أهدي لك اسكي تسليمي طول ليالي طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال ليس يروي قلب المحب سواك في رقد في تربك المتهالي طيبة بأمر الإلهي قوي المصطفى بتلك الهجال قليل جبل بذلة قليص القلب ولا مكان له